يا أصدقاء، عدنا. كنا مع الأستاذ أحمد فرحات ورحلة إلى السجل المدني، ووقفنا امبارح وهو قاعد عند مدام سعاد في السجل المدني عشان يتصور، والمدير ندى لمدام سعاد وأحمد قاعد مستنيها. مرت 45 دقيقة بالتمام ولم تعد مدام سعاد بعد. قرر أحمد التضحية بباقة الإنترنت وقام بفتح تطبيق اليوتيوب، أخذ يتنقل بين مقاطع الفيديو المختلفة ليمرر الوقت. وبعد وقت طويل عادت مدام سعاد وهي تمشي بخطوتها البطيئة ونظرت إليه وقالت: معلش يا ابني. وقالت: أنا نهجت بدري. وقالت: معلش يا ابني، المدير كان عايزني في شغل. وده مش شغل يا حاجة. وانا اعمل ايه يا ابني، هو بمزاجي. جلست على جهاز الكمبيوتر وفتحت الجهاز ورفعت الاستماره امامها واخذت تضرب على لوحه المفاتيح بسبابتها اليمنى اللي هو كده احد الازرار، ثم تبحث عن الاخر وتضربه وهكذا. اخذت تكتب البيانات ببطء يفوق بطء السلحفاه، وكاد احمد ان يصاب بنوبه قلبيه. إنه يتعلم الصبر في ذلك المكان، ولكن ماذا يفعل؟ كل تلك المعاناة وهو في الأساس قد تخطى الطابور المستحيل. جلس منتظرا يشاهدها وهي تكتب بتلك الطريقة المثيرة للأعصاب. انتهت المرأة أخيرا من الكتابة وأخذت تنظر إلى الشاشة وظهرت على وجهها علامات الدهشة. وبدأ القلق يهاجم أحمد بشدة. لم يتحمل أن يظل صامتا يشاهد فقال: دي إيه يا مدام؟ لسه كتير؟ اصبر يا ابني، الجهاز بيحمل. بيحمل إيه بس يا ستي؟ البيانات القديمة. أنت عامل بطاقتك دي من إمتى؟ ما هو مكتوب عليها أهو من 7 سنين يا حاجة. طب إزاي؟ قالتها لنفسها. ازاي ايه بس؟ والنبي بقى عايز اخلص. انت ساقط قيد يا ابني. نعم يا اختي. في يا استاذ؟ اسمك مش موجود على السيستم، هعمل لك ايه؟ بدأ احمد يصاب بضيق تنفس وازدادت ضربات قلبه بعنف. نظر نحوها وهو يحاول ان يضبط نفسه بصعوبة، ثم سألها: يعني ايه سقط قيد؟ امال البطاقه اللي في ايدك دي والرخصه والباسبور دول طلعوا ازاي؟ يمكن اسمك وقع بالغلط. وقع ايه بس؟ ده اسمه كلام؟ اهو ده اللي حصل بقى. طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي يعني؟ روح المركز الرئيسي وهم يقولوا لك. يا نهار اسود عليا وعلى سنيني. لطم احمد على خديه ثم انتزع بطاقته واستمرت البطاقه الشخصيه من يد مدام سعاد، وضعهم في الحقيبه وخرج متأطئ الراس محطم القلب لا يدري ماذا سيفعل الان. هل يعود ادراجه الى البيت ام يرتاد احدى الحافلات ويذهب الى المركز الرئيسي هذا؟ سمع صوته وهو يعبر باب الخروج: فين الحلاوه يا باشا؟ لم يدر أحمد بنفسه إلا وهو يصرخ في وجهه: يا عم غور من وش، 3 نقط، 3 نقط، وبعدها أمي دلوقتي، حاجة تقرف. غالبا كلمة قبيحة، بس الأستاذ أحمد قلت لكم مهذب ما بيقولش كلام قبيح، بس أحمد بتاع القصة قالها. خرج من مبنى السجل المدني وهو يسب ويلعن بكل الشتائم التي مرت عليه يوما. أخذ يسير في الشارع على غير هدى وهو يتحدث مع نفسه بصوت عالي ويشيح بيده، حتى ظن الناس أنه مصاب بلوثة عقلية. أخرج هاتفه، ضغط على اسم أبيه واتصل به. أيوة يا بابا، لسه ما خلصتش. لأ، بيقولوا لي اسمي وقع من على السيستم. قالوا لي أروح المركز الرئيسي أكشف على البطاقة هناك. يعني أروح دلوقتي؟ متأكد إنهم بيتأخروا؟ طيب حاضر. نظر أحمد في ساعته وجد أنه لا يزال في منتصف الظهيرة تماما، فأكمل سيره نحو محطة الحافلات وهو لا يزال يعاني من أثر الصدمة الهائلة
التي ضربته في وجهه، فهو الآن ليس له وجود في السجلات الرسمية من الأساس، وهذا يعني أن أمامه مشوار طويل سيدمر أعصابه وسيصيبه بالانهيار في النهاية. وصلت الحافلة، قفز داخلها بسرعة وبدأت رحلة عذاب جديدة ليتأكد وجوده في السجلات الرسمية من عدمه. وقف صامتا يترقب. أخذت الحافلة تتهادى وهو بداخلها واقفا في مكان لا يتسع حتى لطفل صغير، فقد كانت ممتلئة عن آخرها بالبشر مترصين جنبا إلى جنب، ولا توجد بينهم أي فراغات. يراهم الناظر من الخارج كأنهم كتلة واحدة مكونة من مئات الأجساد المتلاصقة في منتصف شهر أغسطس وقت الظهيرة، حيث المكان مشبع برائحة العرق بدون فتحات تهوية، يتنفسون في وجوه وأقفاء بعضهم البعض. الحر شديد للغاية لدرجة أنك لو نظرت أمامك لوجدت الهواء مشوش وكأنك تنظر إلى واحة الصحراء سراب. وقف أحمد متحملا كل ذلك العذاب في سبيل إنهاء أوراقه التي تعطل استخراجها بسبب خطأ لم يكن على البال نهائيا. لم يتمسك بأي عمود من أعمدة الحافلة، فهو لن يتحرك نهائيا بسبب التصاقه بمن حوله. تحيط به الأجساد من كل جانب تمنعه من الاهتزاز أو السقوط. كان يحاول أن يتنفس بعضا من الهواء المتسرب من أي نافذة كي لا يخشى عليه وسط ذلك الزحام. وفجأة دفع الكمثري أحد الركاب يحاول العبور من وسط تلك الكتلة البشرية المتلاحمة وهو يقول: ادخل جوه يا أستاذ، قدام فاضي، خلونا ناكل عيش. للكمثري. وكأن تلك الكلمة شرارة أشعلت فتيل قنبلة. أطلق الرجل صوت اعتراض من الأنف ينسب لأهل الأسكندرية عارفينه، ثم صاح بأعلى صوته: فين جوه اللي فاضي ده؟ هو البعيد أهبل. فصاح الكمثري بصوت أعلى معترض على كلام الرجل: أنت فاكر نفسك راكب تاكسي؟ مش عاجبك؟ انزل يا أخويا وخد أوبر، وأنت هتركبني على مزاج أهلك يلعن. وخمس نقط. أحمد اللي في القصة شتم، بس أحمد فرحات ما بيشتمش. معايا؟ هاجت الدنيا، وأخذ الكمثري يحاول الوصول للرجل، والرجل يحاول الوصول لرقبة الكمثري، بينما حالت بينهم الجموع محاولين تدارك الموقف الذي اشتعل من لا شيء سوى بكلمة غبية من الكمثري أطلقها تلقائيا دون أن يفهم ماذا يقول، وهو معتاد على ذلك الأمر، وكأنه زرع في رأسه عندما تم تنصيب نظام تشغيله. أول ما عملوا له السيتنج يعني، كان معاها: ادخل جوه يا أستاذ في مكان فاضي. أما الرجل فبالتأكيد تراكمت عليه هموم الدنيا، وكانت تلك الكلمة هي القشة التي قسمت ظهر البعير وأثارت حنق الرجل لتلك الدرجة. وقف أحمد غير مباليا بما يحدث حوله، ولا هدف لديه سوى الوصول إلى المقر الرئيسي للسجل المدني علّه يجد بياناته لا تزال موجودة بالسجلات لكي يتفادى رحلة عذاب لا نهاية لها. تعالت الصيحات وكاد أن يصاب بالصمم، فقال لنفسه: هو يوم أهلا به إلا ربنا من أوله، أنا كان إيه اللي نزلني من بيتنا؟ بس الله يخرب بيوتكم، أكتر ما هي متنيلة مخروبة. اقتربت الحافلة من محطة النزول، فأخذ يشق طريقه إلى مقدمة الحافلة وهو يقول: نازل يا أستاذ؟ طب عديني. نازلة يا أنسة؟ طب حسب ظهرك عدي. وظل هكذا وكأنها رحلة الألف ميل، إلى أن وصل للباب الأمامي في اللحظة المناسبة، فصرخ في السائق: أيوة يا أسطى، أيوة يا أسطى، السجل معك، ما تيجي من بدري يا أستاذ. معلش يا أشرف، الطريق كان واقف ورا. وأستاذ أحمد فرحات كاتب لنا: أشرف هو اسم الشهرة لجميع سائق الحافلات، ما كنتش أعرف المعلومة دي. قفز أحمد من الحافلة كعادته، وجهه للأمام، لمس الأرض بأطراف أصابعه كي يكمل الجري للأمام مع اتجاه الحافلة التي لم تتوقف بل خففت من سرعتها فقط. أخرج عدة مناديل وأخذ يجفف عرقه، فقد أصبح مبتلا وكأنه سقط في حوض سباحة. استنشق الهواء عدة مرات لتعويض نقص الأكسجين الذي يعاني منه بشدة وكاد أن يخترق. أراد تعويض تلك النسبة قبل أن يصاب بالشلل أو يسقط مغشيا عليه. عبر الطريق بسرعة ثم توجه نحو الشارع الذي يتواجد السجل في نهايته،
وصل إلى هناك، وبمجرد أن التف يسارا وجد طابورا ممتدا في الشارع لما لا يقل عن 400 متر. أخذ ينظر بعينيه يحاول رؤية نهاية الطابور، ولم تساعده حدة بصره لرؤية النهاية. تيقن أن الأمر مستحيل، فالتف حول المبنى ووصل إلى الباب الجانبي. وجد رجل الأمن فقال له: أنتم شغالين ليه إمتى؟ الساعة 5 يا أستاذ. طب إيه؟ ما ينفعش تسلك أخوك بدل الزحمة؟ بدل الزحمة دي خد اشرب شاي. وأخرج أحمد 20 جنيه دساها في جيب قميص الرجل الذي نظر إليه شزرا وقال: إيه ده؟ لا ما ينفعش، روح أقف في الطابور. بعد إذنك. ليه طيب؟ إيه اللي حصل؟ دي حاجة بسيطة. أيوه ما ينفعش، هات 50 تروح تقف في الطابور. نظر أحمد نحو الطابور الممتد بلا نهاية، وأخرج 50 جنيه صاغرا ومدها نحو الرجل وقال: اتفضل يا عمنا، كل سنة وأنت طيب. انفرجت أسارير الرجل وتحول عبوسه إلى ابتسامة عريضة على الفور، وأخذ يقبل الورقة قبل أن يسكنها جيبه. نعمة نعمة، رزق حلال. ثم قال: اتفضل يا باشا، نورت المكان، أول طرق. متشكرين يا عمنا. دخل أحمد إلى المبنى الرئيسي والتف يمينا، وصل إلى النافذة المخصصة لتقديم طلب البحث عن صحة السجلات وهل هو مقيد أم لا. سحب الاستمارة وجلس يملأ البيانات، عاد وسلمها للموظف وانتظر دوره. جلس في مكان الاستراحة وهو يمني نفسه بالانتهاء من ذلك الأمر اليوم. مر قليل من الوقت ثم سمع اسمه ينادى عليه، فقفز من مكانه وقال بطريقة آلية: أيوة أنا. اتجه أحمد نحو المنادي، وقف أمام النافذة الزجاجية التي يقبع خلفها الموظف وقال لنفسه: استر يا رب. نظر نحو الموظف الذي رآه يجلس واضعا الهاتف على أذنه ويهمس بصوت ناعم. نظر نحوه ثم أشار له بيد إشارة تعني اصبر شوية، وأكمل حديثه في الهاتف. حينها وقف أحمد أمام النافذة وشيطانه يوسوس له بسب الرجل بأقذع الألفاظ وتحطيم النافذة الزجاجية فوق رأسه، ولكن رجاحة عقله أعادته للوضع الطبيعي قبل أن يرتكب جرما يقوده إلى النيابة. انتهى الرجل من المكالمة ثم ألقى بالهاتف على مكتبه، وتحول صوته الناعم الحنون إلى زئير أسد فجأة فقال: بطاقتك يا أستاذ. فناوله أحمد البطاقة من الفتحة النصف دائرية المفتوحة في الحاجز الزجاجي. أخذ رجل يضرب على لوحة المفاتيح، انتظر قليلا ثم نظر نحو الشاشة بتركيز لفترة، بعدها أطال النظر إلى البطاقة ثم رفع رأسه ونظر إلى أحمد، وأخذ يكرر الأمر عدة مرات ثم قال: أنت اللي في الصورة دي؟ أيوة أنا، أمال أمي؟ ما ترد عدل يا أستاذ. في إيه؟ هقول لك إيه يعني، معلش. الصورة بتشبهك، أنت مصور البطاقة دي؟ يا عم أنت هتلبسني مصيبة، ما أنتم اللي بتصوروا الصور تقرف. ما أنت مش موجود على السيستم تبقى مزورها. يعني هبقى مزورها وجاي أكشف عليها؟ ما تعقل الكلام. طيب دلوقتي أنت المفروض مش موجود أصلاً. يعني أنا شبح دلوقتي؟ روح طلع مستخرج من شهادة ميلادك القديمة من أرشيف مكتب الصحة، وهات 2 يكونوا قرايبك من الدرجة الأولى، وابقى تعالى قدم طلب إعادة قيد. يا نهار مش معدي كل ده؟ كل ده. والله بقى ما تعطلناش وراك ناس. قذف الموظف بالبطاقة خارج الحاجز الزجاجي، التقطها أحمد وخرج من المكان وهو يكاد يبكي في الشارع كالطفل التائه. أمسك دموعه وتمالك نفسه، فما باليد حيلة. عليه أن يعود الآن إلى المنزل، وغدا يقوم بتلك الرحلة الجديدة إلى مكتب الصحة. عاد أحمد إلى المنزل، رمى بكل ما بين يديه على المنضدة التي تسكن الجانب الأيمن من الصالة، ثم ألقى بنفسه في الحمام ليستحم بعد أن تركت شمس أغسطس على وجهه وجسده علامات الحرارة العالية. نظر إلى نفسه في المرآة، كان وجهه محتقنا
وتحول لونه للبرونزي نتيجة حرارة الشمس التي تعرض لها طويلا، والتي ثبتت خليط العرق والغبار والعوادم عليه وأعطته ذلك اللون المميز لغالبة الطبقة الكادحة من الشعب. وقف تحت الدش لفترة يحاول أن يتخلص من آثار معركة اليوم بأكملها، وخرج منتعشا شعر بالجوع القارس فجأة عندما دغدغت أنفه رائحة المحشي وطشرة الملوخية التي تعدهما أمه في المطبخ، فناداها وقال: أنا ميت من الجوع يا ماما. فجاء صوت أبيه على الفور من خلفه: أنت بتجعر كده ليه يا حيوان؟ وطي صوتك. لازم في عز الكآبة دي يطلع دور الأب طبعا، اسألوني أنا، أب قديم يا جماعة. أنت بتجعر كده ليه يا حيوان؟ وطي صوتك. حاضر يا حاج، لا مؤاخذة. حببت إيه النهاردة في مشوارك ده؟ قالوا لي ان اسمي مش موجود على السيستم ولازم اعمل اعاده قيد. دي شغلانه منيله، وطلبوا منك ورق ايه؟ عايزين مستخرج من شهاده الميلاد الاصليه اجيبه من ارشيف مكتب الصحه، وانت وحد من اخواتي تضمنوني. احنا كنا ناقصين اعرفك. هعمل ايه يعني؟ هو بمزاجي. اخرس خلاص، ما تقلب لناش خلقتك. بدا يا عيني يا حبيبي. بدأت أمه في وضع الطعام على المنضدة، كان يتضور جوعا فأخذ يلقي بالطعام في جوفه بسرعة وكأنه عائد من الصحراء لتوه. انتهى من الطعام ثم اتجه نحو غرفته وألقى بنفسه على السرير وراح في نوم عميق. قام من نومه بعد المغرب، جلس قليلا حتى رن هاتفه، أخبره صديقه أنهم ذاهبون إلى المقهى، فقام بسرعة وارتدى ملابسه ونزل على الفور ذاهبا إلى هناك. سحب كرسيا وجلس في مكانه المميز، وجاء النادي يصيح من بعيد: واحد قهوة منه للأستاذ أحمد على مية بردة ووطي عليها النار. متشكر يا مسعد، إزازة مية ساعة معي. صرخ مسعد مرة أخرى كالملسوع: واحدة مشبرة من الفليزر بسرعة. أخذ يحتسب قهوة وهو ينتظر الأصدقاء، أخرج هاتفه الذكي وأخذ يدور على تطبيقات التواصل، ظل منشغلا بالهاتف حتى بدأت مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي، فاعتدل وجلس بمواجهة التلفاز وانشغل بالمباراة تماما حتى أنه نسي المصيبة التي حلت عليه من العدم. وبعدما انتهت المباراة وانتهى من جلسته مع الأصدقاء، قام عائدا إلى المنزل استعدادا لرحلة الغد إلى مكتب الصحة. وخلصت حلقة النهاردة يا أصدقاء مع المسكين أحمد محمد محمود، مش أحمد فرحات، اللي راح السجل المدني. وبكرة بعد بكرة إن شاء الله نكمل الرحلة، الكوميديا السوداء اللي عمرها ما بتحصل يا رب، ده خيال كله من خيال المؤلف. ونختم بالدعاء: اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتصر للمغلوبين. اللهم إنك قريب سميع مجيب الدعاء يا رب العالمين. وسلام يا أصدقاء.